أهلا بكم. درجات حرارة مرتفعة زوال اليوم بجنوب وسوس، وستكون الأجواء قية السحب بالسواحل الجنوبية ومشمسة بمجمل مناطق البلاد. وخلال الليل سيظهر ضباب وسحب منخفضة بالسواحل الشمالية والوسطى وأيضا شمال الأقاليم الجنوبية، وطقس مستقر بباقي الجهات. غدا صباحا ضباب مرتقب بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وأيضا شمال الأقاليم الجنوبية، وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء البلاد. بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل بعد زوال اليوم إلى 30 درجة بالسمارة، 24 بأكادير، 22 بالمدينة الحمراء مراكش، و 18 درجة متوقعة بالعاصمة الرباط. غدا صباحا ستسجل 5 درجات بفرنت، صعود بفاس ومكناس وأيضا بالرشيدية، 10 بورزازات، و 12 درجة متوقعة بمدينة أكادير. يومي السبت والأحد سيكون الطقس غائم بالشمال الغربي وكذلك بمناطق الواجهة المتوسطية، وسيكون الطقس مستقر بباقي مناطق البلاد. شوفوا الآن حالة البحر بالواجهتين البحريتين للمملكة. بحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، هائج إلى قوي الهيجان بالسواحل الوسطى، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الشمالية والجنوبية. إليكم الآن مواقيت طلوع وغروب الشمس وطلوع وأفق القمر بمدينة الدار البيضاء.